السلام عليكم ومرحبا بكل متتبعين القناة. واليوم رايحة نحضر كيكة عجيبة بدون بيض وبدون حليب وبدون زبدة أو سمن، كيكة بالشوكولاتة، وطريقة تحضير غريبة لكن النتيجة فوق الخيال. تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير. هنا في إناء نوضع كأس سكر، نضيف عليه كأس ونصف ماء. هنا الماء عادي، يعني ما رش لا سخون ولا بارد، عادي. زدت عليه رشة ملح، ونضيف البديل للبيض اللي هو الخل الأبيض، نضيف ملعقة خل أبيض، نضيف 5 ملاعق زيت، ندرب مليح حتى نحس بالسكر داب. انا بعد ما داب السكر نبدأ نضيف النواشف، نضيف 2 كيسان فارينة كما راكم تشوفوا، لازمنا نغربلوها باش تدخل لينا الهواء في الكيكة. وهنايا المقطع تقطع. بعد الفارينة زدت 2 ملاعق كاكاو مر بني، وضفت كيس خميرة كيميائية بوزن 10 غرام، وخلطت كل شي مع بعضه ودرتها في هاد المول اللي راك تشوفوه. القطر نتاعها 25 سنتيمتر. درتها في فرن كان يسخن من قبل على درجة 180، طيبتها من الأسفل وزدتها من فوق. والآن بعد ما بردت راني نحي المول، الأطراف نتاع المول كما راك تشوفو، استعنت بسكين ومن بعد حيت الأطراف نتاع المول. وهذه هي الكيكة اللي خدمتها اليوم. والآن نمر للتزيين. الكريمة الشوكولا اللي خدمتها هنا درت في طاوة 3 مغارف عسل منزلي، وزدت عليه 200 غرام شوكولاتة. نحط الطاوة فوق نار هادئة ومع التحريك المستمر حتى تذوب الشوكولاتة. أنا بعد ما ذابت الشوكولا مع العسل نفرغها فوق الكيكة، نغطو سطح الكيكة كامل بالشوكولا. ومن بعد تلقوا مقادير الكيكة في صندوق الوصف. هنا نوزع هاد الشوكولا كاملة على سطح الكيكة. ودركا نزيد بعد التزيين. هذه بعد الشوكولا ربيتها، ندرها من فوق. هذا هو الشكل نتاع الكيكة تاعنا تاع اليوم، وهذه الكيكة خرجت روعة، ان شاء الله تجربوها
ومن الأحسن نخلوها تبرد تماما ومن بعد نقطعوها. أنا بعد ما بردت نقطعها نتمنى له التوفيق والنجاح إن شاء الله. هذه هي الكيكة بعد ما قطعتها، خرجت روعة. الكيكة لمحبي الشوكولاتة. اقتصادية جدا، غير مكلفة، كيكة بدون بيض ولا حليب ولا سمن ولا زبدة، بمكونات بسيطة جدا وفي متناول الجميع. هذا هو الشكل نتاع الكيكة نتاعنا، خرجت روعة وخرجت خفيفة. وإذا عجبتكم هذه الوصفة ما تنسوش الاشتراك والضغط على اللايك والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله. درك ندوق معاكم الكيكة اللي خدمناها اليوم. كيف خرجت خفيفة وخرجت بنينة بزاف. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع الكيكة العجيبة اللي خدمتها اليوم، خرجت رائعة. وشكرا على المتابعة وإلى الملتقى إن شاء الله.